لو اجينا قلنا الان احنا بدنا ناخذ بدنا نطلع على الارقام هاي ونشوف اذا هاي بتعني لنا شيء من ناحيه اي ار. اوكي لاحظوا هاي الارقام غطت كم دقيقه؟ 15 دقيقه، لكن كانت 1 اليفيتر مظبوط. فبدي اخذ هذول التنين بعين الاعتبار اذا بدي احسب منهم. بقدر هلا احاول احسب منهم، اضرب ب6 شوف. اوكي مضبوط سمعت. نضرب هول شيء ب6، اذا ضربت هذول ب6 خليني اسحب الارقام اللي موجوده هون نضربها ب6. اذا لو بدي اخذ من الانكار سيرفي اخذ كل شيء، هو خطر تاخذ كل شيء من هون لانه الستة هذول ممكن يكونوا مش ريبريزنتيف، بس خلينا نشوف. لو بدي اخذ هلا بيست اون انكار سيرفي لو فرضت هذا الرقم ممثل بضرب هذا 39 في 6 بس على 3، ليش بقسم على 3؟ 15 دقيقة، فبصير عندي الانكمينج ترافيك بيساوي 39 على 3 اللي ثلاث خمس دقائق بال 15 دقيقة مضروب ب 6 يعني كأنه ب 2 مش هيك 78. قديش طلع معنا احنا هناك؟ كان تقريبا 79 مش كثير بعيد الرقم. اوت جوينج قديش عندي؟ 2 2 على 3 في 6 4. واخر شيء الانتر فلور 7 عندي 7 7 على 3 في 6 14. هلا بامكانك تاخذ هذول الارقام وعلى اساسهم تبني الاي ار. فالاي ار بصير يساوي مجموع هذول اللي هو 78 زائد 4 زائد 14، هذول في 5 دقائق بقسمها على الاوبزيرف بوبيليشن اللي هي 950 53، قديش بعطيني اي ار؟ لازم يطلع 9.7. لازم يطلع 9.7. لا انتبه، 9.7 مبني على اللوبي سيرفيت. قديش هذا بيطلع؟ 9.3. مش كثير بعيد، مش كثير بعيد. بدك تاخذها كانك تاخذها. انا بخاف اضرب ب6 لانه انا ما بعرف الكار اللي طلعت فيها هل هي ممثله ولا لا. اوكي فهمت كيف؟ فبعتبر هذا ممثل اكثر، بس هذا بعطيني الريلاتيف سترينث، فكل اللي استعملته اعطاني قوه هذا بالنسبه لقوه هذا بالنسبه لقوه هذا. بتخاف انه الكار من الستة هدول فيها اشي خاص مختلف عن التاني مش بريبريزنتيف.